واخيرا وشبه رسميا، يعني رسميا ومش رسميا، الحلقه الاخيره من انمي اتاك اون تايتن اقتربت، الانمي القريب والعزيز الى قلبي بشكل ما تتصورونه يا جماعه. حرفيا الحلقه جالسه تسوي لنا كذا من بعيد، اوي انا قادمه، ضبط الامور، خلك مستعد، عيد متابعة الانمي، ليش لا؟ عشان تستوعبه. شكاشي! إن صحت المعلومات والتسريبات طبعاً فالحلقة اقتربت، هي اقتربت ولكن صار عندنا تاريخ الحين، الحمد لله، صار عندنا وقت نتوقع نزول الحلقة فيه. إن صحت المعلومات والتسريبات يا جماعة فراح نشوف الحلقة الأخيرة من انمي أتاك أون تايتن ونودعه إلى الأبد يوم 4 نوفمبر من هذه السنة، يعني بعد كم؟ بعد شهرين، كمون، دو ذا ماث. والله يا جماعة يعني أكون صادق معاكم، العمل هذا يعني له كذا مكانة خاصة في قلبي، أتاك أون تايتن له معزة خاصة في قلبي، ولما أفتكر كذا اللحظات الجميلة اللي كنت أتابع فيها هذا الأنمي أجلس أقول في نفسي دايم عاد بنحس بذاك الشعور مرة ثانية، كمية حنين وكمية مشاعر مرتبطة بأتاك أون تايتن لن أستطيع أن أكرانها أبدا. عموما يا جماعة في حال أنك مهتم وفي حال أنكم مهتمين، ترى في فترة قريبة خلال الأسابيع القادمة راح نبدأ إعادة أنمي أتاك أون تايتن من جديد، نتابعه مع بعض أو تتابعه لحالك بكيفك، بس ترى فكرة إعادة المتابعة مرة مهمة، ولكن بالنسبة لي راح اعيد متابعه انمي اتاك اون تايتن على منصه تويتش، فلو حاب تجي تتابعه معانا حسابي في تويتش وجميع حساباتي موجوده في صندوق الوصف، لانه صراحه قصه اتاك اون تايتن مش قصه تشوفها مره واحده وتستوعبها كامله، مستحيل لو ايش ما كنت، فلذلك وجب اعاده متابعه انمي اتاك اون تايتن قبل الحلقه الاخيره علشان نكون كذا ايش مرتبطين بالحدث كامل ونقفل الانمي ونودعه الى الابد. شينزو ساساغيو، لا غلط، شينزو تساقيو، هنا هي مش هنا، في لها وزنيه، عارف حطت اليد في لها وزنيه، يعني تحاول تحطها على قلبك لانه ايش انت قاعد تكرس قلبك، القلب هنا تقريبا. شينزو ساساقيو يا جماعه، ويا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه، منورين. ما راح اطول عليكم في المقدمه، ولكن ايش مقدمه سريعه كالعاده كذا، ايش اخبار هوليوود؟ كلنا عارفين ايش فيها، افلام، مسلسلات، انميات، ممثلين، ممثلات، اي شيء له علاقه بما يعرض في التلفزيون او في السينما. هاب له لايك، اشترك في القناه لو ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات، يلا بينا نبدا. شوفوا يا جماعة الخير، في ناس كثير كانت تلومني لما كنت أقول لكم إن موقع الطماطم الفاسدة حرفيا هو طماطم فاسدة وموقع مرتشين وكذابين، تقييمات أفلام كثيرة وعظيمة جدا وصلت إلى 60 إلى 70% وتقييمات أفلام سيئة وزبالة، واتفق العالم على كمية الزبالة اللي فيها، أعطوها 90 99%. ليه نضحك على مين احنا؟ الموقع هذا مرتشي يا جماعة، وعندي لكم السواليف اليوم، التلاعب واضح داخل موقع الطماطم الفاسدة. المهم أحب أبشركم يا جماعة أنه الموقع هذا بدأت تطلع فضائحه، وطلع أنه في شركة تدير جزء معين من الموقع هذا لها 5 سنوات وجالسة تدفع فلوس للنقاد اللي داخل موقع الطماطم الفاسدة علشان يتلاعبون بتقييمات الأفلام. أوتش يا الطماطم الفاسدة، 5 سنوات والنقاد داخل هذا الموقع قاعدين ياخذوا فلوس لجيبهم ويتلاعبون في تقييمات الأفلام. ليه؟ مع العلم انه موقع IMDB ترى في بوتات، في تقييمات مزيفة، ولكن IMDB جالسة تحارب هذا الشيء، عارفين؟ تجي كده 100 حساب وهمية يدخلوا يقيموا فيلم معين 5 من 10، 1 من 10 يخسفون به، فIMDB جالسة تحاول تتبع الحسابات الوهمية هذه وتشوتها دائما، تلغي التقييمات الوهمية، فاهمين؟ ما أقول لكم إن موقع IMDB مرة نظيف، ولكن بالنسبة لي التقييمات اللي أشوفها داخل موقع IMDB بالنسبة لي منطقية بشكل كبير وأكثر من الطماطم الفاسدة بمليون مرة. فإذا تبحث عن تقييمات موثوقة وتعطيك فعلا تصور عن تقييم الفيلم الحقيقي، انا اشوف موقع IMDB هو افضل مرجع حاليا. الطماطم الفاسده خلها تسري. يا عمي بالله انا عندي سؤال، موقع اسمه الطماطم الفاسده، ايش تبغى فيه؟ احد يثق في موقع اسمه الطماطم الفاسده؟ فاسده، والكتاب باين من عنوانه. قبل فتره مش قريبه ولا بعيده نزلت لعبه اسمها ستري، اتوقع اذا انا قاعد انطق اسمها صح، وكان الهدف من اللعبه انك تكون قطه. ياب، تكون قطة داخل اللعبة، حاجة رهيبة، القطط شيء جميل في كل مكان، وتتجول داخل العالم وتخلص بعض المهام في عالم متطور ومتقدم التكنولوجيا فيه. خلاصة الكلام انه اللعبة مرة جميلة وجاء عليها مدح وثناء عجيب، واتوقع انها فازت بجوائز كمان. وسؤالي لك حرفيا، متى اخر مرة جربت تلعب انك تكون قطة، حرفيا قطة وتتجول كقطة؟ بالضبط،
ما في. عموما يا جماعة اللي يهمنا من هذه اللعبة انه في حاليا فيلم قيد التطوير مشتق من قصة هذه اللعبة. ياب ستري اللعبة راح يكون في منها فيلم. الى الان ما في اي اخبار متى وايش ومين وما ما ما في كلام كثير لسه ما نعرفه، ولكن اللي نعرفه متأكدين منه انه اللعبة في فيلم مشتق منها. وعادة اي شيء في قطط يا جماعة لازم كذا ايش يجيب صدى كويس، العالم تحب القطط سبحان الله. وصح انه موضوع تحويل الالعاب الى افلام شوية معقد وفي تجارب كثيرة مرة فاشلة، بس برضو في تجارب قليلة مرة ناجحة، وممكن لعبة ستري تكون من التجارب الناجحة ولا كيف؟ عموما ننتظر، واي اخبار جديدة راح توصلكم اكيد من محدثكم الوجيه ان شاء الله. وياب اخيرا، لا ما قلت اخيرا، وهي جات مع سياق الكلام، هي جات اثناء حواري انا مش متحمس. عموما فيلم باربي نزل بنسخة عالية وتقدر الآن تتابعه من البيت، أو تقدر كمان تتابعه من السينما، ترى موجود في كل مكان، يعني تقدر تشوفه في السينما وتقدر تشوفه في البيت إذا أنت يعني مرة من الزاحفين اللي بتلبس وردي تأخذ لك مشروب ستاربكس الوردي وتروح تجلس ما بين الصفوف الوردية عادي، it's fine، السينما باقي مفتوحة، وكمان تقدر تشوف الفيلم بجودة عالية من داخل البيت. عاد الصدمة الكبيرة، فيلم باربي يا جماعة قفل 1,400,000,000 دولار كإيرادات في شباك التذاكر وفي حوالي 7 أسابيع. يا لطيف يا لطيف، إيش هذا؟ ماريو سقط؟ ياب سقط جسر ماريو يا جماعة. ماريو المركز الثاني، باربي المركز الأول كأفضل إيرادات في سنة 2023. الله أكبر عليك. بما أننا تكلمنا عن باربي يا جماعة، Of course we are going to talk about Oppenheimer. فيلم Oppenheimer ما زال يعرض في صالات السينما. لا يا ابويا Oppenheimer ما ينزل بلوراي بذي السرعة، Oppenheimer يجلس يطبخ في السينما على مهله. كريستوفر نولان يبغى الناس تعيش التجربة المثالية قدر الإمكان قبل ما ينزلوا بلوراي ونسخ تلفزيونية. عموما فيلم Oppenheimer ما زال يطبخ الآن في صالات السينما وقاعد يجيب فلوس، واقترب من كسر حاجز 900 مليون. يب 900 مليون مرة قريبة. انت مستوعب؟ ترى انا كل مرة اقولها في كل فيديو اخبار هوليود اقولها لك، انت مستوعب فيلم سيرة ذاتية مدته 3 ساعات معظم حوارات وسواليف مرة رائعة ويجيب رقم ضخم زي كذا؟ أوتش 900 مليون دولار يا لطيف يا نولن. اثبت للعالم انه صناعة الافلام فن قبل ما تكون مجرد تجارة. حرفيا نولن اعطاكم قاعدة بسيطة يا مخرجين ويا صناع الافلام ويا نتفليكس ويا انها، تقدر تجيب فلوس وتقدر تصنع فيلم عظيم وتقدم رسالة عظيمة وتخلي عملك يخلد في التاريخ في نفس الوقت. اضرب الاثنين بواحد، ليش لا؟ ليش بس فلوس؟ ليش الشركات صارت تركز على الفلوس؟ فكر على القيمة، فكر في الرسالة. فيلم كريستوفر نولن اكبر مثال، في وقت قليلة فيه جدا الافلام العظيمة وفي فترة جدا قاسية على السينما نزل فيلم مدته 3 ساعات سيرة ذاتية تقييمات عالية وفلوس مرة كثيرة، وما زال إلى الآن قاعد يضخ فلوس في صالات السينما. ألاليت باقي شركات الإنتاج يستوعبون الرسالة. وفيلم ذا أوكولايزر الجزء الثالث يا جماعة توفر في صالات السينما للممثل والنجم الرائع واللي أحبه وأحترمه جدا دينزل واشنطن. شوف انا بلخص لك اياها، اي فيلم لدينزل واشنطن بوم روح شوفه على طول، لا تنتظر اي فيلم كذا اصلا، حتى لو الفيلم سيء تستمتع باداء الانسان هذا. عموما هذا الجزء ذا ايكولايزر هو الجزء الثالث لسلسله ذا ايكولايزر المعروفه، سلسله من اجواء جون ويك على اجواء تيكن على عارفين كذا خليط بس مره لذيذ. الفيلم نزل في السينما ميزانيته 70 مليون وايراداته اقتربت من كسر حاجز 100 مليون دولار وفي اول اسبوع طبعا. فاذا انت تبحث عن خيار كويس في صالات السينما حاليا، فيلم ذا ايكولايزر الثالث بيكون خيار مره كويس، تقييماته الى الان مره كويسه ومعظم التعليقات والمراجعات اللي قراتها للفيلم الكل ويقول انه استمتع فيه. انت من جدك؟ اقول لك دينزل واشنطن يا ولد، دينزل واشنطن. طيب الجزء الثالث من ذا ايكولايزر متوفر في السينما، ولكن قبل ما تشوفه تاكد انك متابع الجزء الاول والجزء الثاني علشان ما تقعد في نص الفيلم تقول هذا وش العلم ويش هذا ايش. اوكي والممثل ايرون بول يا جماعه او جيسي بينكمان من مسلسل بريكنج باد يقول انه الى يومنا هذا ما ياخذ ولا هلله ولا ريال من عروض مسلسل بريكنج باد على نتفليكس. يعني نتفليكس استأجرت مسلسل بريكنج باد وجالسة تعرضه في المنصة والأرباح جالسة تروح لشركة الإنتاج فقط ومش قاعدة تروح للنجوم أو الأبطال. ممكن بعضكم مستغرب يقول إيش عنده إيرون بول يا ولد، إيش الطمع اللي فيه هذا؟ أخذ راتب وخلص المسلسل من زمان، إيش يبغى فلوس لين الحين؟ حلو كويس إنه عندك ذا التساؤل، وأنا هنا لأجيبك
قرب. اللي ما تعرفه انه معظم المسلسلات اللي تنجح ويصير لها صيت كبير تبدأ شركات الانتاج تعطي نجومها نسبة من ارباح المسلسل، من باب انه ايش نغريهم عشان يستمروا معانا وما نضطر نرفع راتبهم كثير. وكثير من المسلسلات مسوية زي كذا الى يومنا هذا، مسلسل فريندز، مسلسل ساينفيلد وغيرها من المسلسلات، الى يومك هذا ارباح مسلسل فريند جزء منها يروح الى طاقم الممثلين. يب، ارباح مسلسل ساينفيلد اللي نزل مدري كم في الثمانينات الى يومنا هذا جزء من ارباحه تروح الى الممثلين. ليش؟ لانه في اتفاقيه بينهم المسلسل هذا راح تاخذوا منه نسبه. النسبه عاد هذه كبيره ولا صغيره اسمها نسبه، انت فاهم؟ جالس في البيت وقاعد يجيك فلوس من وظيفه اشتغلتها قبل 30 سنه، فهمت الفكره؟ نتفليكس اخذت حقوق عرض مسلسل بريكنج باد على منصتها، وشركه الانتاج او الاستديو الخاص ببريكنج باد مو قاعد يعطي الموظفين او الممثلين ارباحهم اللي وعدوهم فيها. طبعا الكلام هذا ليش قاعد ينقال وليش في ذي الفتره نزل الخبر؟ لانه هذا جزء من الاضراب، هذا احد اسباب اضراب الممثلين. شركات الانتاج بدات تسحب علينا، بدوا يلفوا ويدوروا في كلامهم. فاللي قاعد يقوله ايرون بول يقول يا ولد ما جاني ولا ريال، تغدر يتغدر. وهل قاعد يقول هذا الكلام لانه قاعد يشارك في حمله الاضراب بشكل غير مباشر؟ اوف كورس، امال ايش قاعد يقولها؟ زحف. ومخرج ديد بول الجزء الثالث او المخرج شون ليفي يقول يا جماعه الخير هدوها شويه وبطلوا الزحف الزايد. لو كل اشاعه عن طاقم ممثلين فيلم ديد بول الجزء الثالث بتصير صحيحه، معناته راح يصير عندنا افضل طاقم تمثيلي على مر التاريخ. الكلام هذا قالوا ليش يا جماعه؟ لانه كل شويه تطلع لنا اشاعه، ايرون مان راح يظهر في فيلم ديدبول الثالث، لا والله ثور راح يظهر في فيلم ديدبول الثالث، لا والله مستر فانتاستيك راح يظهر في الجزء الثالث من ديدبول. كل شويه هم مطلعين لك اشاعه انه فيلم ديدبول الثالث راح تظهر فيه كميه شخصيات ابطال خارقين كثيره، لدرجه انه الجمهور صار يقول اوف هذا بيكون اعظم فيلم. المخرج قاعد يقول لا يا جماعه لا تقعدوا تصدقوا الاشاعات، الى الان كل اللي نعرفه شويه شخصيات بما فيهم ديدبول وولفرين اللي هو لوغن. فالافضل ما نصدق اي اشاعات عن طاقم تمثيل فيلم ديدبول الثالث، علشان لما ينزل الفيلم ما نكون رافعين سقف طموحاتنا مره وبعدين نتفاجئ انه ما في الا 5 أو 6 شخصيات بس. فهذه الرساله اللي قاعد يحاول يوصلها لكم المخرج، لا ترفع سقف طموحاتك كثير وتصدق الاشاعات وبعدين تتفاجئ انه الفيلم مش قد التوقعات. هو الفيلم اكيد بيكون باذن الله كويس، بس لما تروح وانت قاعد متوقع مليون وتتفاجئ ب 700,000 في فرق، فاهم؟ في فجوه بتكون بين توقعاتك والواقع اللي قاعد تشوف. وعلى طار الاشاعات يا جماعه، قبل فتره نزلت معلومه انه فيلم باتمان القادم راح تظهر فيه شخصيه روبن، او احد افلام باتمان القادمه راح تظهر فيه شخصيه روبن، روبن اللي هو المساعد الولد الصغير لباتمان. وقالت الاشاعات انه راح يقدم دور روبن في هذا الفيلم الممثل تيموثي شالاميت. واحب اقول لكم الكلام ده غير صحيح، إشاعة وتم نفيها واستبعادها تماما، وإلى الآن أصلا ما تم توظيف أي ممثل لدور روبن القادم. أضبطكم يا عيال، ما عليكم، أعطيكم العلم الصحيح بإذن الله. وبخصوص مسلسل لوكي الجزء الثاني، أحب أقول لكم أول شيء أنا مرة متحمس المسلسل، مرة متحمس. المهم، شخصية كانغ ياب راح تظهر أكثر من مرة أو على الأقل في معظم الحلقات القادمة من مسلسل لوكي. ولكن هل راح يظهر كانغ النسخة الأصلية اللي شفناها في المسلسل الأول، واللي راح تظهر نسخ ثانية؟ الله أعلم. ولكن في معظم حلقات مسلسل لوكي الموسم الثاني على الأقل راح نشوف كانغ في كل حلقة. الشاهد يا جماعة الخير، مرة ما عاد بقي شيء، شهر تقريبا وراح نشوف المسلسل أو الموسم الثاني من مسلسل لوكي، واللي راح يسلك نفس منهج الموسم الأول ونشوف منه 6 حلقات فقط. ويفترض بمسلسل لوكي الموسم الثاني راح نكتشف أشياء كثيرة عن مستقبل عالم مارفل السينمائي والعوالم الموازية وما إلى ذلك. والفيلم الأخير للكاتب والمخرج العبقري الياباني هاياو ميازاكي، واللي كان باسم The Boy and the Horn، كان له عرض أولي وجاب تقييمات مرة كويسة، وهالشي ما هو جديد على هاياو ميازاكي صراحة. حط ببالك حاجة، لما أقول لك هاياو ميازاكي معناته أفلام أنمي يجب متابعتها. أي فيلم تقرأ فيها هاياو ميازاكي خش تابعه. طبعا اتأكد من التصنيف العمري لانه عنده افلام كثيرة برضو موجهة لفئة عمرية اقل. اللي بقوله لكم يا جماعة انه هاياو ميازاكي مصنف من افضل صناع الافلام الانمي او افلام الانمي في العالم، بل انه معظم الافلام اللي نزلها دائما ما تكسر وتحطم ارقام قياسية كثيرة من ناحية التقييمات ومن ناحية الايرادات بالنسبة او مقارنة بمجتمع افلام الانمي
هذا الآدمي دائما يفجر أم السوق. عموما يا جماعة، فيلم The Boy and the Horn كان مفروض يكون آخر أفلام هاياو ميازاكي وبعدها يعتزل، والكلام هذا ظل إلى فترة طويلة مقتنعين فيه. ولكن بعد ما تم عرض الفيلم عرض أولي، هاياو ميازاكي رجع داوم. قالوا يا بوي جاب أهلك المكتب، أنت معتزلت؟ قال لهم والله ما ظنيت إني أقدر أعتزل، عندي فكرة فيلم جديد. يلا بسم الله نشتغل. الآدمي رجع كذا من تقاعده وقال لا بطلت، ما بتقاعد، بكمل شغلي، عندي أفكار أصلا، باقي عندي أفكار كثيرة خلنا نسويها. فاللي بقول لكم يا جماعة، الاعتزال صعب، مرة صعب. التقاعد لا تتوقع انه التقاعد هو لا نمي الزعف يا ولد، تقاعد بتك في البيت واقعد اشرب شاي ترى طفش، ترى التقاعد ممل. علشان كذا تشوف دائما شيابنا الله يحفظهم ويعطيهم الصحة والعافية ويرحم من مات فيهم، لما تيجي فترة التقاعد تلاقيه يدور شغل، متكي عند العمال يشوف كيف قاعدين يسووا في العمارة، يروح يفرفر يتمشى، ما في الطيحة ترى شينة. حتى لو كنت تبغى ترتاح الإجازة حلوة، لكن التقاعد اخ مش حاجة كويس. عموما نرجع الى هاي ميازاكي، انا ما ادري كيف شطحت فيكم. فاللي بقوله لكم The Boy and the Horn بينزل ان شاء الله في فتره قريبه، تقريبا بعد 3 شهور او خلال 3 شهور القادم. وانصحك اذا انت اول مره تسمع بهاياو ميازاكي، انصحك وبشده انك تتابع له على الاقل اهم 3 افلام، فيلم Spirited Away او المخطوفه، وفيلم Howl's Moving Castle او قلعه هاول المتحركه، والفيلم الثالث فيلم Princess Mononoke او الاميره مونونوكي. تابع الثلاثه الافلام هذه لهاياو ميازاكي وراح تعرف وش قصدي باعظم افلام انمي شفتها في حياتي. والفيلم الاخير للمخرج كوينتين تارانتينو يا جماعة، يب انت سمعتني صح، الفيلم الاخير واللي بعده راح يعتزل كوينتين تارانتينو الكتابة، راح يكون بعنوان The Movie Critic أو ناقد الأفلام. والفيلم بيكون يحكي قصة شخص أو ناقد سينمائي في فترة السبعينات وأشياء تصير في حياته وما إلى ذلك. ما يهمنا الكلام هذا للحين لأنه القصة ما نعرف عنها الشيء الكثير، وكلنا نعرف أنه تارانتينو لازم يحط لمسة السحرية في كل فيلم يقدم. ولكن الأكيد أنه الفيلم هذا بيكون الفيلم الأخير بالفعل لتارانتينو، قالها أكثر من مرة، وكانوا يقولوا له يا إنسان تكفى تراجع، باقي أنت لسه شباب. مرة أكثر من مرة جاوب يقول لا هذا فيلم الأخير، بعدها راح أتفرغ للكتابة والسيناريوهات أشياء ثانية غير الإخراج. يعني هو راح يعتزل الإخراج ولكن راح يظل يكتب ويستمر في الكتابة، ممكن روايات، ممكن أفلام مسلسلات، الله أعلم. عموما يا جماعة، تارانتينو يقول إنه الفيلم راح يصوره فقط في مدينة لوس أنجلوس اللي هوليوود جزء منها أصلا. وسألوا قالوا له يعني ليش لوس أنجلوس، ليش ما اخترت مدينة ثانية، ليش ما تصور في أكثر من مدينة، وش المشكلة؟ وكان عنده جواب جدا جميل وشاعري صراحة ويليق باعتزاله. فقال لهم يا جماعة، أول فيلم أخرجته في حياتي وفي مسيرة المهنية تم تصويره وإخراجه في مدينة لوس أنجلوس، وأشوف انه من الجميل والشيق والرائع والممتع واللي راح يضيف لمسة درامية كبيرة يعني لحياة تارانتينو انه يصور الفيلم هذا واخر افلامه برضو في مدينة لوس انجلوس. اول فيلم صوره في لوس انجلوس، اخر فيلم بيصوره برضو في لوس انجلوس. متى بينزل الفيلم مش السالفة، الى الان ما في اي معلومات، ولكن حتى الفيلم يمكن دوبهم بيبدأوا فيه قري، ومع حملة الاضراب هذا الظاهر ما بنشوفه الا في 27 ولا 28. وبعد طول انتظار يا جماعة، فيلم اكوامان الجزء الثاني واللي راح يكون بعنوان اكوامان The Last Kingdom راح يتم عرضه في صالات السينما بمشيئة الله بعد 3 شهور من موعد نزول هذا الفيديو. ولو حابين تشوفون اول تيزر للفيلم ترى نزل على اليوتيوب، انا ما عاد اقدر استخدم اي تريلرات واي تيزر، اليوتيوب صاروا مرة شديدين، تحط مقطع 5 ثواني طق كوبي رايت، فلوس ما في. فتقدرون تشوفون الفيديو من اليوتيوب افضل وافضل، افضل لكم افضل لي فاهمين. عموما للامانة فيلم وشخصية اكوامان من شخصياتي المفضلة داخل عالم دي سي، والفيلم الاول استمتعت فيه مرة كثير، وعندي امل ان الجزء الثاني من اكوامان بيكون حاجة مرة رهيبة، كذا عندي احساس. شوف يا وجيه، تراك قلتها في افلام كثيرة للدي سي وطلعت افلام خربوطة، الله يرحم امك وفر كلامك في جيبك لا تقعد تتحمس، لا معليش ثق فيني ذي المرة، ثق فيني انا كذا عندي احساس انه دي سي لها عودة، وعودتها او جزء من عودتها بيكون على فيلم اكوامان ان شاء الله يعني. شوفوا يا جماعة، خطة فيلم سبايدر مان الجزء الرابع مطروحة، بل انه في تاريخ تقديري لموعد عرض الفيلم، ما ودي اصدمكم بالتاريخ بس والله مضطر اصدمكم يا جماعة، الواقع صعب. فيلم سبايدر مان الجزء الرابع من المتوقع اننا نشوفه في سنة 2026 ان الله اعطانا عمر، وراح يكون من بطولة توم هولاند، ومع الامور والخربطة اللي صايرة ما بين ديزني وسوني، ففيلم توم هولاند او سبايدر مان الجزء الرابع راح يكون داخل عالم سوني، يعني ممكن تشوف مع فينوم، ممكن نشوف شخصيات ثانية من داخل عالم سوني وليس من داخل عالم مارفل. بعد شهر بالضبط، احسب يوم يومين من بعد تاريخ هذا الفيديو او قبل تاريخ هذا الفيديو، بعد شهر بالضبط راح ينزل فيلم ميشن امبوسيبل الجزء الجديد اللي نزل قبل فترة في صالات السينما او المهمة المستحيلة، بحيث تقدر تشوفه من البيت، من الجوال، تلفزيون،
بي سي لابتوب شوفه من المكان اللي يعجبك. انا طفشت منك ولكن ميشن امبوسيبل عيب تشوفه من الجوال. المشاهده الثانيه عادي من الجوال، بس المشاهده الاولى شوفها على الاقل على شاشه كويسه، شاشه البي سي مثلا، شاشه اللابتوب وبجوده عاليه. جوده عاليه يا جماعه. السنه هذه بتكون سنه تاريخيه كونيه سينمائيه، لانه في حدث كوني وسينمائي راح يحصل. الحدث هذا ما يحصل الا كل 25 ولا كل 30 سنه، اخر مره حصل سنه 1995. بالله تخيل معايا، المخرج مارتن سكورسيزي والمخرج مايكل مان والمخرج ديفيد فينشر، الثلاثه هذولي راح تنزل لهم ثلاثه افلام في هذه السنه. يا لطيف، متى صارت هذه الواقعه والتقى هذول الثلاثه المخرجين في نفس السنه؟ سنة 1995 لما نزل فيلم هيت وفيلم كازينو وفيلم 7. والسنة هذه راح نشوف فيلم The Killer of the Flower Moon لمارتن سكورسيزي، وفيلم The Killer لديفيد فينشر، وفيلم فيراري لمايكل مان. ثلاثة مخرجين ثلاثة أفلام. هل بتكون نفس المنافسة اللي في سنة 1995؟ لا والله، والله ما ظنتي. ولكن أنا عن نفسي أقدر أضمن لكم فيلم واحد من دي الثلاثة، فيلم مارتن سكورسيزي، بيكون تاريخي، طلقة صاروخية كونية لن تتكرر أبدا. حلو، ديزني رفعت سعر الاشتراك، ليش لا؟ الناس مطفرين، الناس مضربين، الناس ماكلين هوا في الشوارع، وديزني قالت نرفع السعر شوية. ليش لا؟ بدينا بستة دولار، رفعنا لتسعة دولار، بعدها عشرة دولار، الحين صار الاشتراك في منصة ديزني ب14 دولار، ومن زين المنصة. وختاما يا جماعة، بخصوص حركة إضراب الكتاب والممثلين، أكيد عندك تساؤل، إيش صار؟ إيش الجديد؟ إيش ما صار؟ هل الأفلام راح يتم استكمال تصويرها؟ هل الأفلام المتعثرة راح ترجع؟ هل المسلسلات المتوقفة راح تستكمل؟ بلا بلا بلا. وأحب أقول لك، إلى الآن الأمور مثل ما هي، لا حياة لمن تنادي، الإضراب مستمر، وشركات الإنتاج بلا لا 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 مسوين مجانين حرفيا. فأنا أتوقع زي ما قلت لكم في الفيديو الماضي، أتوقع بإذن الله أنه خلال نهاية السنة تكون انتهت المشكلة بإذن الله، بحيث نبدأ سنة جديدة بصفحة جديدة. يا أبوي عندنا أفلام ومسلسلات كثيرة منتظرينا في المستقبل، أرحم أمكم يا هوليوود، شوفوا لكم صرف القلة الحياة اللي صايرة دي، اعطوا الناس حقها، ما انتم خسرانين شيء. يعطيكم العافية يا جماعة، إلى أن نكون وصلنا لنهاية الفيديو، هبلوا لايك، اشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات، وتعال تابعني مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش، كل حساباتي موجودة في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.